مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء جدد إلى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. سعادة السفير خوان باوتيستا أرياس بالاسيو سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية. Monsieur le Président, j'ai le grand honneur de vous remettre les lettres de créance pour lesquelles mon président, son excellence Nicolas Maduro. Je suis très content d'être là. أنا سعيد جدا بتواجدي بالجزائر. تحدثت مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون وقدمت له أوراق اعتمادي كسفير فوق العادة لدولة فنزويلا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سوف نعمل على تطوير العلاقات في عدة مجالات، التقوية منها التجارية بين البلدين ومجالات تعاون أخرى. سنعمل أيضا في إطار ورقة طريق مجموعة دول عدم الانحياز التي تضم دول أمريكا اللاتينية، دول الكاريب ودول إفريقية. الشيء المهم هو العمل على تطوير بلدينا وإدماج دول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية في إطار مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الرقي بشعوبنا. Un travail commun. Merci.